السلام عليكم، معكم شيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل بيتزا بالخضروات. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي هاي العجينة، وأنا محضرة هاي العجينة بكثير فيديوهات. راح أنزل لكم الرابط مالت الفيديو اللي بيه العجينة. من بعد ما اختمرت فتحتها بهالصورة، تفتحوها أما بالشيبق أو بأيديكم. بالشيبق يصير أضبط. وهنا رشيت على صينية الفرن الطحين. عندي هاي الصلصة عبارة عن طماطة مخلوطة، وضفت لها اوريجانو، واحد ملعقة اكل معجون الطماطم. ممكن تضيفوا لها ثوم باودر اذا تحبوها. هنا فرشت هاي الصلصة على العجينة، وفرشت عندي فطر مقطع مكعبات، رشيت عليه ملح، وكل الخضروات اللي استعملتها رشيت لها ملح، وفلفل مقطع مكعبات، طماطة مقطعة مكعبات. الخضروات ما بيها مقادير محددة، لان انتو حسب رغبتكم ايش قد تحبون تضيفون. وهنا عندي ذرة مسلوقة، يعني تنباع جاهزة، وزيتون مقطع، هذا الزيتون بدون نوى يعني محشة وقطعته. جبن موتزاريلا مبروش، وهنا خليتها بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى ومن الأسفل، وما أخذت وقت طويل، من 10 دقائق إلى 12 دقيقة، وصارت بهالصورة. وطلعتها وقطعتها مثلثات، وهذا شكلها النهائي. لذيذة جدا، تفيد الطلاب والموظفين إذا يروحون للدوام ويأخذوها وياهم، وتفيد الناس النباتيين اللي ما يحبون يأكلون لحوم. وهذا شكلها النهائي، جربوها إن شاء الله تعجبكم، وألف عافية.